أهلا بكم في ترند، لأنك أنت من تصنع الفارق، فأما الانتشار أو الانحسار التزم بمسؤولية. حملة جديدة نشرتها وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في انستغرام، وتم تداولها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، والذي يدل بحد ذاته على وعيهم وتكاتفهم مع الدولة في نشر الوعي والحد من انتشار الفيروس. أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار عبر حسابها في إنستغرام عن مسابقة تصميم طاولة وكرسي. تهدف هذه المسابقة إلى اكتشاف التصاميم الممكنة للطاولة والكرسي والتعمق في الصفات الجمالية والوظيفية لهذه التصاميم من خلال الأخذ في الاعتبار الشكل والوظيفة وبيئة العمل. وقالت الهيئة أن المشاركات يجب أن تعكس مراحل التصميم المختلفة وعملية البحث وجمع البيانات، كما تشجع المشاركين التركيز على الابتكار والاستدامة والتنوع، وكذلك على إعادة التدوير واستخدام المواد. دعوة عامة لجميع المصممين والفنانين والمهتمين، والتسجيل مفتوح لمدة 3 أشهر، وسيتم الإعلان عن الفائزين في شهر سبتمبر 2020. فرحة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين من قبل محبي ومشجعي نادي المحرق بعد فوزه في تصويت النادي الأكثر شعبية في مملكة البحرين، والذي أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني. حصل المحرق على نسبة 49% من بين 5 أندية بحرينية في التصويت الذي شارك به أكثر من 83,000 مشارك. في لقطة عفوية ولطيفة، تعرضت وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي لموقف طريف أثناء إلقاء كلمتها عن بعد أمام مؤتمر المانحين لليمن 2020، حيث اقتحم جلستها ابنها واحتضنها وهي منشغلة بإلقاء كلمتها. ورغم شعورها بالحرج، تداركت الموقف بالاعتذار سريعا وإكمال كلمتها. نتابع. دولية حتى يصل اليمن إلى حل سلمي للأزمة القائمة في اليمن، في ذلك وهذا والذي تدعمه الإمارات العربية المتحدة. استعان مطعم آسيوي في إحدى مدن هولندا بمجموعة غير معتادة من العاملين الجدد بعد استئناف المطعم نشاطه، مع تخفيف البلاد للقيود التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وهذه المجموعة الجديدة هي روبوتات. الثلاثي الآلي إيمي وآكر وجيمس يتحركون في المطعم الآسيوي، وهم يقدمون المشروبات بما يقلل تحركات الموظفين البشر في أنحاء المكان. وتقول الروبوت إيمي لسيدتين تجلسان أمامها وهي تقدم كأسين من الشاي المثلج: مرحبا، ها هو الطلب، خذه من الصينية، سأعود تلقائيا بعد 20 ثانية. وعلى الزبائن تسلم مشروباتهم بأنفسهم. أذهلت مجموعة من القرود السكان في الهند، حيث تم تصويرها وهي تطبق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل مثالي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم التقاط مشهد مذهل لمجموعة من القردة تجلس في صفوف مرتبة في جلسة غداء على طريق أوناشال براديش في الهند. وتم تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت الإعجابات بتصرف القرود المثير للدهشة. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. في أمان الله.